أنا أعود في التصريح الأخير للكابتن سعيد بوشوك بعد المباراة مع الزميل فيصل القحطاني بعد مباراة الفتح السابقة، ذكر بأنه عندما تحدث مع اللاعبين أنهم أخذوا إجازة 4 أيام قبل مباراة الفتح. لا، قبل مباراة الفتح كانت إجازة 3 أيام ما لها علاقة يعني، ولكن كانت في فرق الوقت عندنا مختلف. قبل الفتح ب5 أيام كانت تدريبات، كابتن سعيد التحق بالتمارين قبل المباراة بـ2 يوم. بس عند حديثه ذكروا انه 4 أيام اجازة، كان حتى عندما صرح على المستوى القادسية قال يعني صعب انه تكون اجازة 4 أيام قبل المباراة. والله هذه يقدرونها دائما الجهاز الفني، هم اللي يقدرون فترات الراحة اللي يحتاجها الفريق، خصوصا ان احنا خلال الموسم كان مضغوط التدريبات كثيرة على اللاعبين، الاجازات قليلة. يمكن الكابتن سعيد بحكم انه انضم مؤخرا ما عنده يعني الهيستوري السابق لجدول العمل. وش الحاصل؟ 4 انتصارات، 4 تعادلات، 10 خسارات منذ بدايه الدوري. احنا طبعا